الداخلية المصرية تعلن تفاصيل مذبحة الجيزة ومصادر تكشف السبب. الأمن المصري يقضي على أحد أخطر تجار المخدرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. طلب من حضراتكم صغير، عاوزين أحلى لايك على الفيديو من كرامكم عشان الفيديو ده ينتشر، ولو حتى ما عجبكش الفيديو يعمل ديسلايك، وشكرا ليكم جدا. ويلا نبدأ في الفيديو على طول. تمكنت قوات الأمن المصري في محافظتي الإسماعيلية والشرقية من قتل أحد أخطر العناصر المروجة للمخدر الهيروين في منطقة السحر والجمال بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. ورصدت قوات الأمن تحركات المتهم بعد وصول معلومات تفيد بقيام شخص بدوي قادم من شمال سيناء بالإتجار في الهيروين على نشاط واسع في منطقة السحر والجمال، ويدعى جاسر ويبلغ من العمر 35 سنة ولقبه طارق. وشكلت مباحث الإسماعيلية والشرقية بالتعاون مع قطاع الأمن العام فريق بحث استهدف تحركات المتهم ورصد أماكن ترويجه للمواد المخدرة في نطاق المنطقة. وأطلق المتهم النيران على القوات فور رؤيته لها، فاضطرت القوات للتعامل معه وتصفيته، وضبطت مع المتهم بندقية و300 طلقة وكيلو جرام من الهيروين الخام ومبلغا ماليا ضخما. وكانت ارتي قد اعدت تقريرا عن منطقة السحر والجمال باعتبارها الباب الخلفي لتمويل الارهاب واغراق مصر بالمخدرات. المصدر ارتي واخبار اليوم. اصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا اليوم الثلاثاء حول تفاصيل مذبحة أوسيم في الجيزة التي اقدم فيها مواطن على قتل واصابة مجموعة من الاشخاص. وقالت الوزارة في بيانها الذي أذاعه التلفزيون المصري إن مركز شرطة أوسيم تلقي اليوم بلاغا يفيد بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المرة أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين. وأضاف البيان على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام المدعو محمود ميم سي 36 سنة عامل ومقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المرة بالقرب من الكوبري الصفيرة. دائرة المركز أسفرت عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية، وتبادلت القوات معه إطلاق النيران ما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج. وقال مصدر أمني لجريدة الشروق إن المتهم نفذ الجريمة بسبب خلافات مالية مع عدد من أفراد أسرته وخلافات مع زوجته. المصدر RT.